أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم من استوديو قناة الإمام الحسين الفضائية المجاورة والمطلة على حرم سيد الشهداء عليه السلام يأتيكم برنامج هدايه السائل نجيب فيه على اسئلتكم واستفساراتكم التي ترد الينا عبر الاتصال مباشره بهواتف البرنامج الظاهره اسفل الشاشه ورقم الواتساب خاص بالرسائل فقط ولا نجيب على الاتصالات به فقط للرسائل ونحب ان ننوه للمشاهدين الكرام الا الى ان كل ما يرد هنا في البرنامج من اجوبه هو مطابق لفتاوى اية الله العظمى المرجع الكبير السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله. السؤال الاول في هذا اليوم في هذا البرنامج تقول صاحبه السؤال هل يجوز للمرأة إعطاء الخمس لأولادها كونهم محتاجين أم يجب عليها إعطاؤه للفقراء الجواب لا يجوز للشخص أن يعطي خمسه لأولاده أو غيرهم من واجبي النفقة إذا كان الأولاد من واجبي النفقة عليكِ أو على الأب مثلا المخمس لا يجوز إعطاء الخمس لهم ليش؟ لأنهم واجبي النفقة على الولي اللي هو الأب هنا أنا وصاحبة السؤال بإعتبارها هي خمسها وذول أولادها إذا كانوا كبار وكل واحد مثلا منعزل كل واحد بيته كل واحد مثلا عنده راس سنة الخمسية مالته مستقيل وسواء كان فقيرا أو غير فقير الآن هو مو واجب النفقة انت عليك يعني لأنه كبير هو ينفق على روحه وإذا كان فقير نعم حينئذ أكو مثلا مساحة لأن يقال ممكن إعطاؤه باعتباره من المستحقين اما اذا كان في سن من ينفق عليه وواجب النفقه على الولي هذا لا يعطى زين ايضا في سؤال اخر ورد الى البرنامج يقول صاحب السؤال في حادث تصادم سياره قتل جميع ركابها حتى السائق فهل يجب على ورثته يعني ورثه السائق اداء دية الركاب المتوفين الجواب اذا لم يكن هو سبب الموت والحادث فلا شيء عليه يعني كانه مثلا شخص اخر هو الذي تسبب بالحادث صدمهم مثلا او جعلهم ينحرفون عن الطريق بعد ذلك وتردوا يعني السبب مو السبب غيره. فهذا السايق لا شيء عليه. واذا كان لا هو السبب يجب دفع دية دية الموتى من ارثه. ان كان عمدا هذا الحادث سواه عمدا. أو شبه العمد وإن كان خطأ محض وجبت الدية على عاقلته العاقلة يعني الأقرباء الخاصين بهذا المتوفي هم اللي يدفعون الدية للمتوفين أما إذا كان عمد أو شبه عمد لا من الإرث يطلع الدية اما اذا كان خطأ محض فالدية تقع على العاقلة ولا تقع على على الورثة، نعم. اذا مثلا يعني يخطر على البال لو فرضنا هذا الرجل ما عنده شيء، خلينا نقول مثلا من الخطأ المحض، قلنا ان عاقلته هي اللي تتحمل الدية. يعني اقربائه الخاصين به الدائرة الأولى أما عمد أو شبه عمد فمن ورث فمن ارثه إذا ما عنده ارث يعني ماكو ديه زين آه سؤال أيضا لنفس صاحب السؤال يقول فيه ما هي فترة دفع الدية في قتل العمد وشبه العمد شنو هي الفترة اللي ممكن مثلا ندفع بها الدية مباشرة او لا يحتاج وقت مثلا لجمع الدية حتى تعطى؟ الجواب: دية القتل العمدي تستوفى في سنة واحدة وشبه العمد تستوفى في سنتين هذا هو الجواب لهذا السؤال. الاستيفاء يعني أهل الميت المقتول يأخذون الدية من القاتل إذا مثلا عمد وما أرادوا القصاص أرادوا الدية، حينئذ يستوفون الدية منه خلال سنة، هسا يعطيها مرة واحدة يعطيها على أقساط هذا بحسب الاتفاق بينه وبينهم. شبه العمد سنتين ايضا بنفس الطريقه اما ان ياخذه منهم بصوره مباشره كل المبلغ او مثلا يقسطوه على السنتين المهم انه في هذه الفتره ينبغي دفع الديه اكثر من هذا لا زين آه ايضا سؤال ورد إلى البرنامج يقول صاحب السؤال ما هي موارد التبعيض في المسائل الفقهية التبعيض يعني هو مقلد لمرجع ما من المراجع هذا المرجع إما أنه ما عند فتوى مثلا بهذا الشيء اللي يريد المقلد أو عند رأي وعند فتوى ولكن مو من صالحه ما يريدها يعني ما يريد يعمل بها، يريد يعمل مثلا بفتوى مرجع اخر حتى في سبيل يخفف، نجاوب ان شاء الله على هذا السؤال بعد ما ناخذ هذا الاتصال ابو علاء من بغداد، تفضل يا ابو علاء. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا ومرحبا. مولاي أنا عندي ست فقرات انزلاق. بلي. الله فانام إن شاء الله. على ظهري واصلي. نعم. فمن شده الالم دائما انسى القنوت. هل صلاتي باطله؟ لا مو باطله لان القنوت مستحب فاذا نسيته ما تبطل الصلاه. اي بل شكرا جزيلا نسال الله, الله سبحانه وتعالى، سبحان الله يخليك، نسال الله سبحانه وتعالى <applause> ان يشافيك بحق محمد وال محمد. نعم، نرجع الى سؤالنا. ما هي موارد التبعيض وبينا لكم أن التبعيض هو أن يأخذ مثلا من هذا المجتهد ومن هذا المجتهد يعني بهذا الشكل يأخذ مسألة مثلا من هنا يأخذ مسألة مثلا من هنا وهكذا يقال للمقلد أنه يعمل مثلا بالتبعيض أو يجوز له التبعيض مثلا على سبيل المثال هنا نقول موارد التبعيض هي موارد الاحتياط الوجوبي والتوقف مثلا من قبل المرجع ما عنده فتوى ما عنده فتوى في هذا الشأن متوقف فإذا قال في مثلا أنا متوقف ما أفتي لا بال مثلا بالوجوب ولا بالحرمة ولا بالكراهة ولا بالاستحباب فكل ذني أنا مثلا متوقف بهذه الاحكام ولا مثلا يجوز او لا يجوز في هذه الحاله التوقف والاحتياط الوجوبي والاشكال ايضا حينما يقول مثلا هذه المساله فيها اشكال هذه الموارد هي موارد التبعيض يعني بحيث المقلد هنا يسمح له ان ياخذ الفتوى من مرجع اخر يقول أو عند فتوى في هذا الشأن الذي يريده فيجوز للمقلد أن يرجع فيها إلى مجتهد له فيها فتوى بعد رعاية الأعلم فالأعلام على الأحوط وجوبا يعني حتى مسألة الأخذ من الأعلم هنا سماحة السيد المرجع دام ظله يقول على الأحوط وجوبا فايضا هذا مورد آه لموارد التبعيض يعني يقدر يرجع مثلا المقلد الى مجتهد اخر لا يشترط الاعلميه مثلا في مرجع التقليد الذي له فتوى مثلا في هذا الشان الذي يريده آه بلي وكذا اذا تساوى مجتهدان أو أكثر في العلم. أيضاً يجب رعاية الأعلم إذا تساوى مجتهدان أو أكثر في العلم. بنفس القضية أيضاً على الأحوطي وجوبان. عدنا من أسئلة الواتساب الأخ أبو علي أو هكذا اسمه يقول أبو علي من الأهواز. السؤال بلي. أه ما عرض السؤال وإنما أه كاتب اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا الإخوان اللي يراسلون البرنامج بالواتساب يكتبون السؤال بشكل واضح حتى نقدر نقراه ونقدر نجاوب عليه. أه أيضا من أسئلة التي جاءتنا آه بالواتساب سؤال يقول هل يجوز للأم أن تنطي هي تعطي خمس آه لبنتها مزوجة بس فقيرة وزوجها ما يملك شيء ينفق عليها بل إذا كانت فقيرة وهي الآن خم مو مثلا بين يديها تنفق عليها يعني وجوب النفقة إذا مثلا واجب هي عليها أن تنفق عليها الآن هو زوجها هو الواجب عليه أن ينفق مو هي التي تنفق نعم إذا بالإجازة ترجع للمجتهد اللي هي تقلده يجيز لها أن تعطي فتعطي بعد الإجازة أيضا من أسئلة الواتساب التي وردتنا للبرنامج آه نعم آه امرأة تقول أنا معوقة ومشلولة من سنتين عندي قرآن آه كنت أخليه بشيس وقفل عليه بالخزانة هل هذا حرام لو لا يعني فقط بس لأجل أنه يحفظ إذا كان بهذه النية نية انه يعني تحفظين في هذا الكتاب حتى مثلا لا يعني ينجس او حتى لا يعني يعبث به الاطفال او حتى مثلا ما يجي واحد مثلا يسرقه ياخذه، اذا كان هاي النيه فهذا الحفظ جائز ما به اشكال. اما هكذا مجرد فقط بس تخزينه ومن دون القراءه في لا المفروض انه لا يخزن وانما يقرا به لابد ان يقرا به حتى لا يكون مصداق للشكوى في الروايه المعروفه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والمروي عند الفريقين ان ثلاثه يشكون عند الله يوم القيامة ما مضمون الحديث طبعا مو يعني بكلماته يشكون إلى الله يوم القيامة عالم بين جهال ومسجد لا يصلى فيه ومصحف لا يقرأ فيه هذا مضمون الحديث وليس نصه حتى لا يكون مصداق الشكوى يوم القيامة يقرأ بهذا القرآن نعم نرجع إلى أسئلة البرنامج، أه الأسئلة مع أه من الأسئلة أيضا التي وردت سؤال يقول صاحب السؤال: أنا أنوي السفر إلى أحد البلدان العربية لمدة عشرة أيام من ضمنها نصف يوم للذهاب ونصف يوم للإياب، هل أصوم أم أفطر؟ الجواب عليك الإفطار، لماذا؟ لعدم تمامية بقائك في ذلك البلد عشرة أيام، المفروض أنه يكون تمام العشرة. من غيرها اللي هو نصف يوم ذهاب ونصف يوم اياب من غير العشره، كون العشره هو مده المكث مده البقاء في ذلك البلد اذا كان اذا كان اقل من عشره فلازم تكون تقصر تقصر من صلاتك ولا تصوم لانه سفر هذا يعتبر ولا يصام في السفر زين ايضا من الاسئله التي وردت الى البرنامج سؤال يقول صاحب السؤال: هل يترتب شيء على الزوجين عند بلي عند الجماع مع وجود طفل وهذا الطفل نائم مثلا؟ الجواب ما جاء في مفروض السؤال في نفسه جائز ولكن لا ينبغي أن يفعل مثلا هذا الجماع وبوجود طفل ينبغي اجتنابه بوجود الطفل حتى وإن كان نائما ينبغي اجتنابه بلي من الأسئلة أيضا التي وردت إلى البرنامج يقول صاحب السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى السادة؟ طبعا زكاة الفطرة بالنسبة للسادة زكاة الفطرة واجبة، والزكاة الواجبة على السيد الهاشمي صحيح النسب حرام لا يؤخذ هذا آه بلي هذا الزكاة الزكاة هكذا لا تؤخذ لا تحل على الهاشمي إلا فطرة الهاشمي نفسه يعني واحد مثلا هاشمي يريد ينطي زكاة فطرة نعم الهاشم الآخر ممكن يأخذها بالإمكان أنه يأخذ حلال عليه أما غيره زكاة غير الهاشمي تحل على غير الهاشمي أما على الهاشمي تحرم لأنها من الزكاة الواجبة زين من أسئلة الواتساب سؤال الأخ أبو علي من الأحواز يقول فيه منه الصحيح يعني صيغة الصلوات الصحيحة اللهم صل على محمد وآل محمد يا اللهم صل على محمد وآل محمد يا اثنينات النفس الشيء يا أخ اللهم صل على محمد وآل محمد الأولى الظاهر أنها ناقصة ميم يا أخ أبو علي سؤالك إذا كان سؤالك على الصيغة اللي أنت كتبتها في رسالتك بالواتساب هي المفروض تكون اللهم صل على محمد وآل محمد هكذا مو محد هذه اللي حسب كتابتك كنت أنت خطان بالكتابة أو هو أنت تريد هذا أنه على محد ما يصير على محد لأنه محد هذه مو اسم لمحمد احنا الاسم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم محمد بهذه الاحرف ميم حاء ميم دال فلذلك اذا كتبنا الصلوات نكتب اللهم صل على محمد وال محمد هذا حسب ما انا اقرا بالرساله اللي موجوده قبالي الخطا الثاني انه في الاول مكتوبه اللهم صلي يعني صاد ولام وياء هو الصحيح الثاني اللهم صل وكسره اكو هذه اللهم صلي هذه هي الصحيحه كتابة آه ان شاء الله نكون قد اجبنا على سؤال الاخ آه ابو علي من الاهواز سؤال نعم نرجع الى اسئلتنا اللي لهذا اليوم ذكرنا سؤال اعطاء زكاه الفضره سؤال ايضا من احد المشاهدين يقول هل للجد ولايه مطلقه على البنت ووالدها موجود الجواب نعم ولايه الاب والجد الابوي، يعني شنو الجد الابوي؟ لانه البنت لها جدان جد من ابيها يعني ابو ابوها وجدها ابو امها الولي هو جدها ابو ابوها يسمى بالفقه عندنا بالاصطلاح جدها الابوي هذا هو اللي يكون هو والاب كلاهما ولي امر على البنت كلاهما على حد سواء ولايتهما ولايه الاب وولايه الجد على حد سواء اتجاه مثلا زواج البنت اذا ارادت مثلا يزوجوها لكن لو فرضنا يعني في نفس الوقت الجد زوج والاب زوج بنته من شخص آخر، كلاهما زوج هذه البنت مثلا لنقل مثلا زينب. الجد زوج زينب والأب زوج زينب في نفس الوقت، في ذات الوقت. يعني مثلا إذا رجعوا إلى القرائن أو رجعوا إلى بينة شهود وقالوا لهم أنتم اثنيناتكم زوجتوا هذه البنت زينب لكل واحد رجال، يعني الاب زوج مثلا الى محمد والجد زوجها مثلا الى علي ايهما زواجه اسباق الجد هنا يقدم على الاب يعني عقد الجد يقدم على عقد الاب اذا تساويا في التزويج في وقت واحد زين احنا آه لم يبقى لدينا من الوقت الكثير في اخر الوقت نحب ان نشكر الداعمين والمساهمين والمتبرعين لقناه الامام الحسين عليه السلام الفضائيه نلتقيكم ان شاء الله في يوم السبت القادم بنفس هذا التوقيت الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته